احكي لي عن ياسمين. تين كانت كتير تحب التين، وكل يوم كنت أسرق لها تيني وجيب لها إياها معاها المدرسة. ولا مرة كنت أشوفها تأكل التيني. مش مهم، أنت تضحك. هي الكائن الوحيد كنت أحكي له كل شيء. أنت تسمعني، تفهمني. تقبلني. كانت دائما توقف حدي بالمواقف الصعبة. ثاني رائعة، هي جدا رائعة. وتعالي ما خليش حدا يأذيها. اشرح كانت تحكي لي كتير اشياء. فكر انه انا البني ادم الوحيد اللي كانت تحكي لي اياها. كانت تحب أبوها، كانت تحبه. لكن تحكي لي ايش تهياني اعمل؟ كان يمنعها تعمل الأشياء اللي بتحبها، بس ما كنتش أحكي معاها شي. أبوها هو سلم أزاها. احكي، خفش احكي. بطلت تاخذ من التين من يوميتها. Thank you.